انا مسافر كمان 6 ساعات. يب رح اعمل سكيدجولينج لهالفلوج على الساعه 12 بالليل، يعني اول ما تهبط الطياره بالديستنيشن اللي رايح له. ادفنتشر تايم. بس في مشكله، المكان اللي انا رايح له ما فيه انترنت، بجوز نغص فترة قصيرة. كنت طول بالك. Let's check in. Online check in. Boarding pass. Ticket number. I clarify that I can't check in لأنه هذه flight booking confirmation e-ticket. قالوا الإيتيكت بدها 24 ساعة لتوصل. هلكتونا. تعمل check in check in check in check in. Ticket number. Yeah. وبعدين. 23F. Confirm nationality. اوكي شو يعني 19 15 16 17 18 19 3 15 16 17 18 19 7 ما في وقت. لا ما في وقت. بس اللي انا رايح له شوي برد. سويتر جاكيت حيكون برد بس. Is this 32 kilos? No, less. Whoops, I need to work on the vlog. انت بدي لحق لسه بدي احول مصاري. طبعا شعور المرأة الحامل، شعور اللي ناسي شغلة، لانه اول شيء ماني عارفان قد ايه انا رايح ورايح على دولتين. قد الساعة؟ 5. باقي 3 ساعات على الطيارة. تأخرنا. سماحة ولا مصاري. إن شاء الله يا رب. هون اللابتوب. معنا أنا صرفت لك دولار. وليكني بريين بس رايح على الأوفيس تبعهم هون هدول. جماعة خدمة. أوكي دوكي. تيك يور تايم. أنا أم ريدي. عمورة صار هون. وزا. هلو. رايح وصلنا على المطار أبو عمير. أعطيني 2 seconds. ما في داعي. خليني بس روح جيب جاكيت برشا. عمور عم بيقول لي تحت الهواء بتكون حاجز على اوكرانيا مثلا. طيارتك الاسبوع الجاي مش هلا. عم بيقول لي امتى راجع؟ قلت له التاريخ الفلاني. قال لي الساعة كم؟ قلت له لا ما بعرف بس في كونكشن بالبحرين. قال لي كونكشن بالبحرين؟ ليه؟ بعدين طلعت على التذكرة طلعت حاجز ون واي. مطلوب اسيستنت تفهم وتكون شاطرة بحجوزات الطيران، شغلها مرتين بالسنة بس. انا بحجز لك ما في داعي اسيستنت. والله؟ ايه كفو. قال لي شو بدك تعمل؟ كفو كفو. ليش الزحمة يا شباب؟ خلص كل العالم بي بي صاروا. نزلني ما نزلني. أول بالك داخلين. يلا لا صفة هون صفة هون. عمورة ما تقول لحدا وين أنا. لا ما راح أقول لحدا. كفو كفو أرباب انت بي. Just checked in. بلوشي شو أخبارك؟ هنا قهوة وكتر لأنه هل كان نعس. الله قوي. انا مش راح اعرفك اخ على هالنسوة. مامي مش نسوة بس حبيبتي نعجقت شوي حقك علي. مامي كيفك شو اخبارك؟ بالمطار امي مسافر. لا اي والله لوين رايح؟ على يا دبي يا ابو ظبي. لازم احكي بابا. الحج ما عم يرد. باقي لي ساعة على الطيارة، خبركم بعدين شو بصير. وين أنا؟ إلى اللقاء، صباح الخير. بكرة أحلى. يا باي ذا وي المكان رايح عليه الإنترنت ما كتير تشد إيدك، رح حاول as much as possible. إذا مش فلوج كامل ثواني مشان اللي رح يصير الأسبوع الجاي. أوكي؟